حاجة وإيه اللي عجبك في الثورة؟ اللي عجبني في الثورة بصراحة اللي عجبني في الثورة حاجتين، اللي هم مشوا حسني مبارك، اوكي، واللي طبعا في حظر تكوير عشان انا بحب انام بدري وبس. هي دي بقى حاجتين اللي انا بحبهم في الثورة. طيب الحاجة الأولانية، أنت الحظر التجول خلص أصلا، عارف، فكده هتنام متأخر. والحاجة التانية إن هم مشوا حسني مبارك، هتعمل إيه لو حسني مبارك رجع تاني؟ هعمل إيه طبعا، اللي أنا مش هسكت، وأنا لو اتقتلت مفيش مشكلة مثلا، أنزل مظاهرات وأعمل كل حاجة معاهم وكده. حتى لو مت؟ حتى لو مت ورحت المستشفى ورجعت تاني، بس مش عايزه يرجع. طب لو انت رئيس جمهورية، ده اخر سؤال هسأله لك وبعدين نبقى نتفرج على التلفزيون. لو انت رئيس جمهورية هتعمل ايه؟ انا طبعا هحافظ على الناس، ولو في بلطجية وقفوا قصادي مش هسكت. طيب ولو بقيت رئيس جمهورية والناس طلعت عملت ثورة عليك زي اللي فاتت كده؟ طبعا همشي واسمع كلامهم. تعال نشوف كده في محطة تانية في